نروح للولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال مؤخرا إن الانتخابات العامة في الولايات المتحدة ستستمر كما خطط لها في 3 نوفمبر القادم، تزامنا مع تفشي فيروس كورونا في البلاد. هل هيكون في تغيير في موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية خصوصا مع التخوفات من انتشار أوسع للفيروس؟ وإيه هي سيناريوهات الانتخابات الأمريكية المحتملة باستمرار الوضع على ما هو عليه في الولايات المتحدة الأمريكية؟ احنا معانا عبر سكايب من واشنطن الكاتبة الصحفية الأستاذة هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن. أستاذة هبة، مساء الخير وأهلا بحضرتك. أهلا دكتور ريهام، أشكرك. أهلا وسهلا. قولي لي، قراءتك إيه لتصريحات ترامب خلال الأيام الماضية بأنه لن يكون هناك تغييرات في موعد الانتخابات العامة رغم تفشي الفيروس، ودلالة هذا التصريح في رأيك؟ هو بالفعل في ارتفاعات كبيرة في أعداد المصابين وأعداد الوفيات في الولايات المتحدة، وخلال الأسبوع القادم سنصل إلى ذروة المنحنى في أعداد الإصابات والوفيات، والمأمول أن سياسات التباعد الاجتماعي تؤتي ثمارها ويبدأ المنحنى في الانخفاض مرة أخرى. فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 العام الجاري، لا يملك الرئيس ترامب حتى ولو نظريا، لا يملك الرئيس ترامب سلطة تغيير هذا الموعد. من يملك سلطة تغيير هذا الموعد هو الكونغرس الأمريكي بأغلب، يعني يستدعي الأمر إصدار تشريع بأغلبية الكونغرس الأمريكي 2/3 الأعضاء، ثم يقر الرأي، ثم تقر السلطة القضائية. وبالتالي يعني هناك سيناريو ضعيف جدا أن يلجأ المشرعين إلى إطار مثل هذا التشريع. لا يملك الرئيس ترامب سلطة تأجيل الانتخابات الرئاسية، لأن بمجرد انتهاء فترة ال4 سنوات لكل من الرئيس الأمريكي ونائبه لا يحق لهم تغيير هذا الموعد، ويعتبروا يعني لا يحق لهم الاستمرار في العمل بعد انتهاء هذا الموعد. وبالتالي يصبح الثالث في الهيراركي بتاع الرئاسة هي نانسي بلوسي أو رئيسة مجلس النواب، لكن رئيسة مجلس النواب بتخوض الانتخابات في الديستريكت بتاعها في ولاية كاليفورنيا. وبالتالي يعني المسائل سيصبح السناتور الجمهوري تشاك جرايسلي البالغ من العمر 86 سنة هو التالي بعد نانسي بلوسي. فهذا السيناريو غير محتمل على الإطلاق، نتيجة لأن الرئيس ترامب يريد الحفاظ على هذا التاريخ وإجراء الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت. طيب السؤال الثاني. لا، بس حضرتك بتقولي انه الرئيس ترامب لا يملك تغيير موعد الانتخابات، وقلت لنا طبعا كل الاجراءات التي يجب ان تتخذ اذا كان هناك توجه يعني لتغيير الموعد. طيب، هو لا يملك تغيير الموعد، لكن هل يملك ايضا ان يؤكد الان انه لن يكون هناك تغيير؟ يعني هل الوقت الان هو الوقت الذي يمكن له ان يؤكد فيه ذلك، ولا نقدر نقول انه ده سابق لاوانه على حسب ما ستتطور اليه الامور في الولايات المتحده الامريكيه؟ بالضبط، احنا في وقت نشوبه الكثير من التوتر والترقب والقلق والذعر. ربما هناك يعني انتقادات للرئيس ترامب انه جعل الولايات المتحده امريكا اولا، جعلها امريكا اولا في معدل الاصابات بفيروس كورونا. لكن الان الرئيس متمسك بهذا الموعد. ايضا جو بايدن المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي ايضا يرى انه من الافضل المضي قدما في هذا التاريخ. ما تم خلال الفتره الماضيه هو تاجيل في سلطه حكام الولايات سلطه تاجيل الانتخابات التمهيديه، وبالفعل شهدنا تأجيلات لعدد من الولايات في تأجيل الانتخابات التمهيدية. أيضا الحزب الديمقراطي أجل انتخابه أو المؤتمر الوطني الحزبي من 13 يوليو إلى 17 أغسطس. الآن السؤال،
إذا ما استمر هذا الذعر وهذا الانتشار لفيروس كورونا، هل يغامر الأمريكيين ويخاطرون بحياتهم في الذهاب للتصويت في المقار الانتخابية أم لا؟ إذا استمر هذا المعدل في الإصابات والوفيات. الآن الجدل يسير أو يعني يثار حول استخدام التصويت من خلال البريد. لكن ترامب شايف انه هذا او هذه الوسيله في التصويت من خلال البريد، لا، ان هي من الافضل التوجه الى مراكز الاقتراع. فيعني ايضا شايفه كيف ستحسم هذه او هذا الجدل. بالضبط، هناك يعني مسارين او تحديات تواجه رئيس ترامب. اولا هو يرى ان الانتخاب بالبريد يعني عمليه تشوبها الكثير من احتمالات التزوير، لكن في الحقيقة نسبة التزوير في الانتخاب عبر البريد هي نسبة قليلة في مقابل عدد النافذين. لكن التحدي الأكبر أمامه هو يعني مستويات تفشي وباء كورونا من الآن حتى نوفمبر القادم. أيضا فكرة تكلفة إجراء الانتخابات عبر البريد قررها الكونغرس أنها ستتعدى ما يقرب من مليار دولار فيما يتعلق بطباعة الأوراق الانتخابية. وكل ولاية يعني الانتخابات لا تقتصر فقط على الرئيس الأمريكي وإنما أيضا على كل أعضاء الكونغرس الأمريكي وبعض المسؤولين الحكوميين داخل كل ولاية، وبالتالي هي إجراءات يعني ورقة اقتراع تشمل العديد من الأسماء. فيما يتعلق أيضا بالموظفين اللي هيكونوا في مراكز الاقتراع واللي هيقوموا بمتابعة عملية التصويت. فالرأي السائد يدور ما بين أمرين. الأمر الأول هو السماح بهذا الاقتراع عبر البريد. ثانيا إطالة فترة الاقتراع المبكر بحيث من يريد الاقتراع بشخصه يستطيع أن يذهب مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي الأمريكي. لكن المسألة الآن هناك جدل آخر يدور حول حظوظ الرئيس ترامب من جانب وحظوظ جو بايدن المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي خاصة بعد انسحاب السناتور بيرني ساندرز. حظوظ الرئيس ترامب ستتحدد وفقا لمدى رؤية الناخبين لقدرة الرئيس ترامب على التعامل مع وباء تفشي مرض كورونا. هناك انتقادات وجهت كثيرا للرئيس ترامب أنه تهاون ولم يتخذ إجراءات سريعة في مواجهة هذا الوباء الذي تفشى منذ نهاية ديسمبر الماضي، ولم واعتمد في تصريحات كثيرة في بداية مارس على التهوين من هذا الوضع. ده هينعكس ازاي على فرص ترامب في الحصول على ولاية ثانية يا استاذة هبة؟ تمام، الكارثة الذي كان يركز او الوتر الذي كان رئيس ترامب يلعب عليه دائما هو وتر الاقتصاد وكارثة الاقتصاد. وكان بالفعل الاقتصاد الامريكي في منحنى تصاعدي كبير قبل ان تنفجر يعني هذا الوباء بشكل كبير داخل الولايات المتحدة. التحدي الآن هو مدى تقييم الأمريكيين لقدرة إدارة ترامب على مواجهة هذا الوباء وعلى احتوائه بشكل كبير، مع يعني والتحدي الثاني أن الاقتصاد الأمريكي يدخل بالفعل الآن مرحلة ركود. هناك 17 مليون أمريكي تقدموا بإعانات بطالة، وهذا يعني فقدان كثير من الوظائف الأمريكية وارتفاعات في معدل البطالة. وبالتالي الكارثة الذي كان يلعب به الرئيس ترامب دوما في التركيز على قوة الاقتصاد الأمريكي سيتراجع هذا إلى حد كبير. يبقى مدى قدرته على مواجهة تفشي وباء كورونا وعلى يعني الآمال الموجودة في قدرة الأنظمة الصحية ومركز مكافحة الأوباء CDC وكافة المعاهد الطبية في التوصل إلى علاج. الآن يتكلمون على ما يسمى بأنتي بادي لمعالجة الأعراض التي تصاحب وباء كورونا.
لكن هذا يعني الانتخابات الأمريكية وما يواجهه الرئيس ترامب من تحديات وما يواجهه أيضا من هذا الوباء وتداعياته على الاقتصاد وتداعياته على كافة أشكال الحياة ستكون بمثابة استفتاء لرؤية الأمريكيين لتعامل إدارة ترامب. أيضا هناك حملات بدأت بالفعل من جانب الجمهوريين لمحاولة تجميل صورة إدارة ترامب، يعني محاولة الإظهار أن هذا وباء أكت أوف جاد، يعني ليس للرئيس ترامب دخل فيه، لم يتسبب فيه، وبالتالي هو يحاول معالجة تداعيات هذه الأزمة وهذا الوباء. وهناك الكثير من التفاؤل بمحاولة إعادة العمل في بعض القطاعات الاقتصادية، الرئيس ترامب يرغب في ذلك مع بداية مايو المقبل، ربما ينجح في ذلك أو ربما يعني يحفظ إذا ما تزايد أعداد الإصابات بوباء كورونا. طيب ده رد فعل الجمهوريون، طب رد فعل خصوم ترامب بشأن تعامل إدارته اللي حضرتك لسه كنت بتتكلمي عنها في أزمة كورونا، وفكرة إنه هناك من يرى إنه لا إنه هو تهاون وإنه تأخر في رد الفعل، قولي لي الخصوم بيتعاملوا إزاي فيما يخص موقف ترامب وتعامله؟ هي بالفعل الحزب الديمقراطي ابتدى في دعايات وحملات إعلامية كبيرة للهجوم على الرئيس ترامب. بسبب كورونا تم إلغاء العديد من الفعاليات الحزبية في الانتخابات الأمريكية، دايما المرشح المحتمل بيعقد مؤتمرات انتخابية، بيجمع تبرعات، وبالتالي اقتصر كل هذا الأمر على الدعاية عبر شاشات التلفزيون من خلال الحملات الإعلامية واستخدام الإنترنت وبعض البرامج للترويج للحزب. لكن هذا كله يعني هذا كله في مجال الدعاية الانتخابية. الانتخابات الأمريكية عادة ما تشهد صعود وهبوط ومفاجآت، خاصة في خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. خصوم الرئيس ترامب يركزون على جانب ما يتعلق بمكافحة أو تعامل الإدارة مع كورونا، أيضا ما يتعلق بالاقتصاد، وأيضا الملف الثالث هو التصويت الذي جرى في الكونغرس الأمريكي فيما يتعلق بالمكالمة التليفونية والتصويت على الرئيس ترامب والمكالمة التليفونية مع أوكرانيا مع الرئيس الأوكراني. وبالتالي هناك يعني نوع من الجدل سيتزايد خلال الفترة الجاية حول قدرات جو بايدن في مقابل قدرات الرئيس ترامب. الرئيس ترامب بيستخدم يعني توصيف لجو بايدن سليبي جو لطريقة في الهجوم على خصومه بشكل مثير للانتباه. في المقابل جو بايدن البالغ من العمر 77 عام، نحن نواجه انتخابات ستكون بين اثنين من المرشحين على الجانب الديمقراطي والجانب الجمهوري فوق 70 عاما بكثير، وبالتالي هناك الكثير من التحديات والكثير من المعوقات، سواء على الجانب يعني النظري في مواجهه كورونا، في مدى اقبال النافذين، في مدى استعداد المراكز الانتخابية، في التصويت بالبريد أم التصويت كل شخص بشخصه. فهناك الكثير يعني لا يمكن التنبؤ بمسار هذه الانتخابات خلال الشهور القادمة إلى أن نحين موعدها في بداية نوفمبر إن شاء الله. طيب كلمينا عن المشهد الداخلي الآن أستاذة هبة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا أكيد إحنا عارفين أن هناك ولايات أكثر تأثرا من غيرها، أوصف لنا أكثر المشهد، يعني إيه الولايات اللي ممكن نقول أن هي أكثر حظا يعني أو أفضل حالا من غيرها، وإيه الولايات المتأثرة بشكل أكبر؟ إحنا عارفين نيويورك منهم طبعا، يعني كاليفورنيا، يعني كلمينا عن ده. ولاية نيويورك، ولاية كاليفورنيا، ولاية نيوجيرسي، ولاية تينيسي، يعني هناك العديد من الولايات التي تشهد ارتفاع في حالات الإصابة، ربما الأسوأ التي يعني الأسوأ فيها حالات الإصابة والوفيات هي ولاية نيويورك.
يوجد بها ما يقرب من 1000 حالة الإصابة الكلية في كل الولايات الخمسة. ربما تعد ولاية وايومينغ الأكثر حظا في أعداد منخفضة جدا في أعداد الإصابات والوفيات. لكن الوضع الحالي هو الجدل ما بين رغبة إدارة الرئيس ترامب في إعادة تفعيل أو إعادة العمل في بعض القطاعات الاقتصادية وإعادة العمال إلى تشغيل عجلة الاقتصاد مرة أخرى مع بداية مايو المقبل، ومع تحذيرات مسؤولي الصحة أنه لا يمكن المجازفة بعودة العمل مرة أخرى في ظل هذا الانتشار، ربما تتزايد الإصابات مع عودة الناس إلى الأعمال مرة أخرى. هل حديث ترامب عن العودة للأعمال مرة أخرى ينطبق على كل الولايات ولا على الولايات يمكن الأفضل حالا من غيرها؟ ده سؤال مهم جدا، لأن الرئيس ترامب كان يرغب في إعادة تشغيل الاقتصاد منذ غدا، صرح قبل كده أنه بحلول عيد القيامة الغربي في 12 أبريل يريد فتح الاقتصاد، لكنه تراجع عن هذا التاريخ مع تحذيرات مسؤولي الصحة. الآن يتفائل أنه يمكن إعادة الاقتصاد للعمل بحلول أول مايو، لكن في بعض القطاعات وفي بعض الولايات الأقل تأثرا وبعض القطاعات مع إرشادات جديدة أصدرها المسؤول الصحة في CDC مركز مكافحة الأمراض الوبائية، ومع توفير المزيد من الاختبارات والسماح ببعض الاختبارات لمن أصيبوا بفيروس كورونا وأصبح لديهم بعض المناعة من هذا الفيروس، وبالتالي يمكن إعادتهم للعمل مرة أخرى مع الحفاظ على الإرشادات المتعلقة بارتداء قناع على الوجه تماما، بارتداء قفازات، بالاستمرار في سياسات التباعد الاجتماعي، في تنظيم ساعات العمل في قطاعات معينة، في تنظيم أعداد معينة من الموظفين على عدة فترات. هناك الكثير من النقاشات التي تدور في أروقة الإدارة الأمريكية حول بالفعل إعادة الاقتصاد بشكل سريع، خاصة أننا نشهد انخفاضات كبيرة في البورصة الأمريكية، ارتفاعات كبيرة في البطالة. حالة الاقتصاد الأمريكي وتوقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أننا الاقتصاد العالمي داخل في مرحلة ركود عميق، والاقتصاد الأمريكي الذي يقود قاطرة الاقتصاد العالمي الذي كان يشهد انتعاشا اقتصاديا الآن يعاني بالفعل من مشاكل اقتصادية ضخمة ومن انخفاضات ضخمة في معدلات النمو وفي تراجع الكثير من القطاعات الاقتصادية. فالمأمون أن يتم إعادة بعض الموظفين في بعض القطاعات في بعض الولايات. ممتاز. طيب أنا عايزة أتكلم مع حضرتك أيضاً عن الإعلام الأمريكي أستاذة هبة، لأنه إحنا عارفين أنه منذ مجيء الرئيس ترامب في بداية الولاية الأولى له أو بداية ولايته أو بداية قدومه كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هناك قنوات ضده على طول الخط ومنتقدة له على طول الخط في أي خطوات يتخذها، وهناك قنوات أخرى مساندة له في أغلب الأوقات إن لم يكن كلها، وطبعاً يمكن على رأسها طبعاً القنوات التابعة للحزب الجمهوري. قولي لي فيما يخص بقى تعامله مع فيروس كورونا، ما هو او ما هي الصوره في الاعلام الامريكي؟ هل ما زالت القنوات المنتقده له او المعارضه له على موقفها والمؤيده له على موقفها، ولا الصوره اختلفت شويه؟ لا، هو بالفعل هناك حاله استقطاب كبيره ما بين قنوات زي CNN التي تنتقد الرئيس طبعا ترامب بشكل كبير، ورأينا حتى انتقادات الرئيس ترامب التي وجهها للصحفيين CNN في البيت الأبيض. بالضبط. فهناك لكن من حق الإعلام الأمريكي أن يسائل الرئيس ترامب وأن يواجهه بفاكت فيما يتعلق بحقائق وتقارير فيما يتعلق بأداء إدارته في مواجهة كورونا.
ايضا هناك الاعلام الامريكي المكتوب زي نيويورك تايمز ونشرت تقارير عن تقارير استخباراتيه امريكيه حذرت الاداره الامريكيه والرئيس ترامب من تفشي هذا الوباء منذ نهايه، يعني هذه التقارير صدرت ووجهت للبيت الابيض في نهايه يناير الماضي، وكان بالامكان لاداره الرئيس ترامب اتخاذ خطوات تمام قوية وحاسمة. شكرا جزيلا. تمام. انا هستاذن، انا طبعا بشكرك شكرا جزيلا، ولكن استاذه هبه القدسي من واشنطن بعتذر لك، لازم ننتقل الان لمتابعه